السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم راح نشرح درس البروباريتيز. إذن في هذا الدرس اليوم راح نتعلم ثلاث خاصيات نستعملهم بالرياضيات: خاصية الكوميوتاتيف بروباريتي، خاصية الأسوسياتيف بروباريتي، وخاصية الأيدنتيتي بروباريتي. تمام، هسه راح نبلش نشرح فيهن واحدة واحدة ان شاء الله، ومع الامثلة كمان راح توضح اكثر. نبلش باول خاصية، خاصية الكوميوتاتيف بروباريتي اللي هي الخاصية التبديلية. خاصية الكوميوتاتيف بروباريتي اذا هاي نستعملها فقط في حالتين، في عمليتين، اما في عملية الجمع وعملية الضرب فقط. يعني اذا بنطبقها بعملية الطرح ما راح تزبط عنا، وإذا بنطبقها بعملية القسمة ما راح تزبط عنا. إذا فقط هاي نستعملها بعملية الأديشن والمالتيبليكيشن. تمام، إذا بالأديشن فور إكزامبل أنا عندي 7 بلس 9، and هون عكسناهن. إذا أنا عندي هاي هون 7 بلس 9، وهون عندي 9 بلس 7، بس عكسنا الحدين. إذن هون الناتج بيعطيني 16، وهون الناتج بيعطيني 16. إذن الـ first expression يساوي الـ second expression، إذن متساويات. إذن هون إذا عكست راح يظل عندي نفس الجواب، إذن equivalent expression نفس الجواب راح يعطيني. إذن الـ first expression equal second expression، هاي في حالة الـ addition. إذن بشكل عام in general القاعدة A plus B بغض النظر عن قيمة A، بغض النظر عن قيمة B، يعني شو ما كان عندي هون يساوي B plus A. يعني هون مثلا كان عندي 3 plus 7، then 3 plus 7، هون تصير عندي 7 plus 3، شو ما كان الرقم من عوض هون. إذن هاي في عملية الأديشن. في عملية المالتيبليكيشن اللي هي عملية الضرب نفس الشيء. أنا عندي for example 3 multiply 5، okay equal 5 multiply 3. إذن 3 multiply 5 هي عبارة عن 15، و 5 multiply 3 هي عبارة عن 15. إذن هل first expression equal second expression؟ yes. إذن done، إذن تزبط عملية المالتيبليكيشن. إذن in general عنا القاعدة بتصير إنه A plus B إذن هي equal b sorry a multiply b equal b multiply a. okay هسه مع الاكزامبل ان شاء الله بتوضح معنا اكثر من هيك. okay هاي اكزامبل، انا عندي 2 plus 10 and 10 plus 2. إذن 2 plus 10 كم؟ 12، و 10 plus 2 12. إذا هل ال 12 equal 12؟ yes. إذا زبط. شو اسم الخاصية هاي؟ إذا اسمها، إذا زبطت عندي هون، بنسميها الخاصية هاي كوميوتاتيف بروباريتي. اوكي، فور اكزامبل example آخر 2 multiply 10 and 10 multiply 2. 2 multiply 10 إذن هي عبارة عن 20، و 10 multiply 2 إذن هي عبارة عن 20. هل first expression equal second expression؟ yes. إذن yes. إذن شو اسم الخاصية هاي حكينا؟ إذن first expression yes equal second expression، واسمها هاي حكينا commutative بروباريتي. اوكي، اذا هسه بنيجي بعملية السبتراكشن، عملية الطرح، بدنا نشوف بدها تزبط ولا لا. اذا 2 minus 10 هي عبارة عن minus 8. احنا شرحنا او بنعرف انه انا عندي هون الاشارات مختلفة، لما يكون different sign بنطرح، نحط مثلا 10 minus 2 إذن هي 8، ونحط إشارة العدد الأكبر، الساين للعدد الأكبر شو؟ ماينس، إذن بنحط إشارة الماينس.
اوكي طيب هون 10 minus 2 اذا هي عباره عن 8. طيب هل الفيرست اكسبريشن ايكوال سكند اكسبريشن؟ اذا نو. اذا هون الفيرست اكسبريشن نوت ايكوال السكند اكسبريشن. اذا هون لانه مش متساويات because اذا the first expression اللي هو بطلع عندي minus 8 اذا not equal the second expression. اوكي اللي هو بيطلع عندي 8. نجرب بس عملية الديفايد. اذا 2 ديفايد 10 اذا هي عبارة عن 2 ديفايد 10 and 10 ديفايد 2 10 تقسيم 2 اذا هي عبارة عن 5. اذا هون هاي ديفايد 2 هاي ديفايد 2 اوكي 2 ديفايد 2 1 10 ديفايد 2 5 and 5 هنحط and. إذا هل ال 1 over 5 equal 5؟ إذا no not equal. إذا هنا إذا ما في خاصية إذا نستعمل. ليش؟ لأنه the first expression خلص إنه هاي بتكفي. مثلا minus 1 over 5 not equal 5 تكفي بدل ما أرد أكتب إنه the first expression مثلا not equal the second expression. خلص معروفة. إذا هاي إشارة not equal. هاي إشارة not equal. اوكي ناخذ الخاصية الثانية الاسوسياتيف بروبرتي اللي هي الخاصية التجميعية. الخاصية التجميعية نفس الشيء بنستعملها بعملية الجمع والضرب اذا بالادشن اند المالتيبليكيشن. نبلش بعملية الاديشن. انا عندي for example 3 plus 4 plus 10 and 3 plus 4 plus 10. اذا احنا بنجمع هون كل حدين بقوس بس بدي نكون انه بالفيرست اكسبريشن بدها تختلف عن السكند اكسبريشن مكانها. مثلا هون حطيت القوس باول ثنتين اذا على 3 و 4 اذا هون بنحط القوس على 4 وال 10 نطلع الجواب. احنا حكينا الاولوية دائما بالorder of operation اول شيء للاقواس. إذا ما نبلش 3 plus 4 7 وننزل هاي plus 10 and منبلش بالأقواس 4 plus 10 14 وننزل 3 إذا بصير 3 plus 14 إذا 7 plus 10 17. طيب هنا 3 plus 14 equal 17 إذا متساويات إذا yes إذا زبطت عندي إذا أمورها تمام بعملية الأديشن. إذا إن جنرال نأخذ بشكل عام إنه غض النظر إنه يكون عندي أي رقم إذا A plus B plus C equal A plus B plus C. هون عندي البارانثيسز اللي هو القوس لل A plus B. هون البارانثيسز عندي موجود ال B plus C. okay. إذا هاي عملية الجمع. نشوف عملية المالتيبليكيشن. عملية المالتيبليكيشن أنا عندي مثلا 2 multiply 3 multiply 4 and 2 multiply 3 multiply 4. الأرقام زي ما هني بس بدي يختلف عندي مكان القوس. القوس كان موجود عندي هون 2 multiply 3 هون القوس كان موجود عندي بال 3 multiply 4. أولوية دائما للأقواس. منبلش 2 multiply 3 هي عبارة عن 6 مننزل الباقي and هون 3 multiply 4 هي عبارة عن 12 إذن هاي ناتج القوس multiply 2 مننزلها إذن 6 multiply 4 هي عبارة عن 24. طيب 2 multiply 12 إذن هي عبارة عن 24. هل الـ first expression equal second expression؟ yes. إذن أمورها تمام بالmultiplication. إذن in general نكتب القاعدة بشكل عام إنه أنا عندي A plus B plus C يعني شو ما كان الرقم موجود عندي وعندي هون A plus B plus C جمعنا هون A و B جمعنا هون B و C إذن يطلع عندي الجواب نفس الشيء إنه الـ first expression هذا يساوي second expression. أوكي إذا هاي اسمها الخاصية associative property اللي هي الخاصية التجميعية. For example نأخذ the example هون. إذا 8 plus 4 هي عبارة عن 12. إذا ننزل plus 2 and 8 plus 4 plus 2
6. 12 plus 2 هي عبارة عن 14. 8 plus 6 إذن هي عبارة عن 14. إذن متساويات yes. إذن نكتب yes. شو اسم الخاصية حكينا؟ associative property. associative property. أوكي. نأخذ عملية ال subtraction، عملية الطرح. نشوف هل هي ممكن إن نحصل إنه first expression equal second expression. بدنا نشوف. إذا أول شيء بنبلش بالأقواس. 8 minus 4 إذا هي عبارة عن 4. إذا هنا بننزل للباقي minus 2 and. هنا بنبلش بالقوس اللي هو 4 minus 2 هي عبارة عن 2. بننزل هاي. إذا هي عبارة عن 8 minus 2 بتصير. أوكي 4 minus 2 كم؟ إذا 2. و 8 minus 2 إذا عبارة عن 6. هل 2 equal 6؟ No. إذا no. ليش؟ لأنه الـ first expression not equal second expression. أنا عندي الـ first expression equal 2 والـ second expression equal 6. إذن 2، إذن هون نكتب له أنه 2 لا تساوي 6. خلص مرة تمام. شوف بعملية المالتبليكيشن أكيد ده تزبط لأنه حكينا هي تزبط بعملية الأديشن والمالتبليكيشن. هاي عملية المالتبليكيشن. منبلش بالضرب. إذا 8 multiply 4 هي عبارة عن 32 multiply 2 and القوس هنا 4 multiply 2 هي عبارة عن 8. إذا مننزل الباقي multiply 32 multiply 2 إذا هي بتصير عبارة عن 64. 8 multiply 8 هي عبارة عن 64. إذا هل الـ first expression equal second expression؟ نعم. إذا equal. إذا هاي القاعدة إذا yes. first expression equal second expression. شو اسم الخاصية هاي؟ associative property. اوكي. نيجي هسه عملية القسمة. عملية الديفيجن منشوف. عملية الديفيجن حكينا ما بتضبط بس بدنا نتأكد. نيجي هون 8 divide 4 هي عبارة عن 2 وهون divide 2 and 8 divide 4 2 مننزل هون القوس 4 divide 2 هي عبارة عن 2 وهون divide مننزل هاي 8. اوكي اذا هسه بنوجد الناتج 2 divide 2 2 تقسيم 2 1 و 8 divide 2 8 تقسيم 2 هي عبارة 4. هل ال 1 equal 4؟ No. اذا ال first expression not equal the second expression. اذا no because انه the first expression اللي هو 1 not equal the second expression اللي هو طلع عندي 4. إذا ما زبطت عندي بعملية القسمة. اوكي. إذا ناخذ آخر خاصية اللي هي خاصية الـ identity properties. خاصية الـ identity properties إنه أنا كأنه ما بأثر على القيمة. إذا هاي برضو بنستعملها بعملية الـ addition والـ multiplication. عملية الـ addition إحنا منضيف 0 يعني كأنه قاعد تحكي مثلا أي رقم بلس 0 بضل مثل ما هو. وعملية المالتيبليكيشن نضربه ب1 إذا مالتيبلاي 1 يعني أي رقم بضربه ب1 بضل نفسه. إذا منشوف عملية الأديشن أنا عندي 13 بلس 0 إذا 13 بلس 0 إيكوال 13. إذا هاي منسميها إحنا الخاصية identity property اللي هي خاصية العنصر المحايد إنه بضل الرقم زي ما هو إنه هذا ما أثر على القيمة هاي ما أثر. اوكي اذا ان جنرال انه اي رقم بلس 0 بيضل نفس ما هو. بعمليه المالتيبليكيشن فور اكزامبل 13 مالتيبلاي 1 ايكوال 13. اذا نفس الشيء انا اي رقم بضربه بواحد بيضل مثل ما هو. اذا بالمالتيبليكيشن حكينا بنضرب ب1 بالاديشن بنجمع 0. اوكي
إذا in general إنه أنا عندي any number multiply 1 equal نفس ما هو any number. مثلا for 100 بيضل هون 100, 35 بيضل هون 35, أي رقم. مثلا for example مثلا 35 multiply 1 equal 35. شو اسم هاي الخاصية؟ اسمها identity probability. اوكي هي خاصية العنصر المحايد. اوكي في انا عندي اكزامبل هذا هسه شامل للثلاث خاصيات. بنشوف هسه شو بتطلع معنا. بحكي لك determine whether the two expression are equivalent, حدد هل هن متساويات ولا لا. if so tell what probability is applied, احكي شو هي الخاصية اللي مستعملة في الاكزامبل. if not اذا ما في خاصية بحكي لك explain why, ليش لا. نشرح. اوكي ناخذ first example. انا عندي هنا 8 plus 27 اذا هي عبارة عن 35 plus 52 and ناخذ القوس هذا اللي هو بدي يصير عندي 27 plus 52 هي عبارة عن 79 plus 8. إذا هنا 35 plus 52 هي عبارة عن 2 plus 5 7, 5 plus 3 8 and. إذا لا بدون and لأنه هذا آخر خطوة. نيجي 8 plus 79 إذا هي عبارة عن 87. هل ال 87 equal 87؟ نعم. إذا إنه إذا ال first expression equal second expression, إذا نكتب له هون yes إنه ال first expression equal second expression. شو اسم الخاصية هاي اللي حكينا عنها؟ حكينا خاصية تجميعية اللي اسمها associative probability. اوكي نيجي على example 2. انا عندي 3 multiply 9 اذا هي عبارة عن 27 multiply 2 and هنا 9 multiply 2 هي عبارة عن 18 multiply 3, 27 multiply 2 إذن هي عبارة عن 54, 3 multiply 18 هي 18 multiply 3, 3 multiply 8 هي عبارة عن 24 إذن 4 20, 3 multiply 1 3 plus 2 5 إذن هون بيطلع عندي كمان 54. إذن هل ال 54 بال first expression equal ال 54 بال second expression؟ yes إذن equal. إذن منحط yes إنه first expression equal second expression. شو اسم هاي الخاصية حكينا؟ associative probability. okay ناخذ example 3. عندي subtraction, منبلش بالقوس. حكينا 20 minus 12 equal 8 minus 3 and 12 minus 3 هي عبارة عن 9 minus 20, 8 minus 3 هي عبارة عن 5, 20 minus 9 هي عبارة عن 11. هل ال 5 equal 11؟ إذن no. إذن هون هل ال first expression equal second expression؟ no. إذن هنا نو ما في خاصية. إذن هنا بنحكي له إنه the first expression اللي هو ال 5 not equal the second expression. أوكي إذا ناخذ question number 4. بحكي لنا 36 divide, نجرب عملية division. إذا هون منبلش بالقوس, 12 divide 3 هي عبارة عن 4, إذا بتصير عندي 36 divide 4 and هون 36 divide 12 هي عبارة عن 3 and divide 3. 36 divide 4 إذن هي عبارة عن 9. طيب 3 divide 3 1, هل 9 equal 1؟
no. إذن هنا no because إنه first expression not equal second expression. إذن هون ما زبطت عندي. طيب إذن نشوف هون إذن 7 plus 7 multiply 1 إذن هي عبارة عن 7 إذن equal 7. إذن هون شو اسم هاي الخاصية؟ إذن هل ال first expression equal second expression؟ yes because إذن اسم الخاصية identity property. إذن هون identity property لعملية المultiplication. المultiplication أنا هون مضروب عندي 1 وحكينا أمورها تمام. إذا مضروب 1 إذن first expression طلع عندي equal second expression. نشوف هون إذن 0 plus 32 إذن هي عبارة عن 32 هون 0. هل 32 equal 0؟ إذن no. إذن هون نكتب له no because إنه 32 هون the first expression equal إذن هنا and the second expression equal 0 وال 32 not equal 0 أو إنه نكتبها زي ما كنا نكتب قبل إنه the first expression not equal the second expression اللي هي 32 not equal 0. طيب نشوف هون 0 plus 32 إذن هون يطلع عندي جواب 32 and هون 32. هل 32 equal 32؟ yes. إذن هون أمورها تمام. إذن هون ما زبطت عندي. هون أمورها تمام. إذن هون yes نكتب له. إذن شو اسم الخاصية هاي؟ خاصية لما إحنا نجمع 0 والجواب طلع عندي نفس ما هو حكينا اسمها هاي الخاصية identity property خاصية العنصر المحايد. يعني إنه أنا ما أثرت عقيمته identity property. أوكي هيك انتهى عندي. فإن شاء الله هيك إنه إن شاء الله بكون غطيت جميع الأفكار الموجودة بالدرس. مع تمنيات للجميع بالتوفيق والنجاح. السلام عليكم.